يقول كثير من النساء ليس لديهن علم شرعي بالأمور التي تخص المرأة. أرجو النصيحة وبيان حكم ذلك، كما أرجو ذكر بعض الكتب التي تفيد النساء في معرفة أمور دينهن. لا شك أن المرأة مطلوب منها أن تتعلم ما يجب عليها من أمور دينها، وما يجب عليها أن تحفظ نفسها منه واجب عليها ذلك، ولا يمكنها إلا بالتعلم، والتعلم ميسور ولله الحمد. وكذلك سؤال أهل العلم عما أشكل عليها. الحديثة من النساء أسأل أهل العلم وتقرأ إذا كانت تحسن القراءة أو تتعلم، وتصل من خلال ذلك إلى خير كثير بإذن الله. إنما المرأة التي لا تبالي ولا تسأل ولا تقرأ هي التي تقع في المحاذير. ولا أعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، فعلى المرأة المسلمة أن تقرأ كتاب الله لتدبر، وخصوصا ما يتعلق بالمسلمات ما ذكر الله جل وعلا في كتابه في سورة النور، في سورة الأحزاب، في سورة النساء وغيرها من سور القرآن فيها من أحكام النساء خير كثير. كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة المبوبة في كتب أهل العلم أيضا ما يرشد المرأة، وكذلك استماعها إلى البرامج الدينية إذاعة نور على الدرب، مثل البرامج التي فيها إرشاد للرجال وللنساء، عليها أن تستمع. وكذلك من الكتب مثلا رسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز، رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين، كذلك رسالة في الحجاب واللباس في الصلاة للشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه كتب مفيدة للمرأة في قراءتها. ولنا أيضا رسالة في هذا الموضوع سميتها أحكام تختص بالمؤمنات، وهي مطبوعة ومتداولة، فعليها أن تقتني من هذه الرسائل ومن هذه الكتب مع العناية بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستماع إلى البرامج المفيدة، ولذلك خير كثير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.